الزواج حاجه زينه بصح درو كاين الزواج التقليدي وزواج عن حب كاين ديفيرونس كبير. كما انا درو نفضل الزواج عن حب خير من الزواج التقليدي. الزواج التقليدي تجيب شيره ما نعرفهاش نغبن. الزواج نصف الدين، كل واحد اللي كيبغي يكمل نصف الدين تاعها. كاين الزواج عن تقليدي وكاين الزواج عن حب. انا بالنسبه لي نخير الزواج عن حب، باسكو انا كشغل انا الانسان اللي غادي نجيبها انا اللي غادي نعيش معاها، ماشي والديا ومشي ما ومشي بويا اللي غادي كشغل يجيبوها، ماشي هما يجيبوها لي، خاطرش انا اللي غادي نعيش معاها وانا اللي غادي نكمل معاها المسار تاع حياتي. خير الزواج تقليدي باسكو صدق رانا والدينا جابونا وكبرونا رانا كبار الحمد لله ونعملوا صلاحنا. الزواج تاع دروك ماشي خرج، راه واحدة تكمل عام ولا تكمل 6 شهور راهي تطلق. حنا أما كيما يقول لك كبرنا وكبرنا في ديارنا ورانا خرجنا صالحين، هذا هو اللي نقوله. بين الزواج تاع بكري ودروك الزواج التقليدي وكاع زعما ديفيرونس بور مو أنايا، زعما تبان لي باللي الزواج عن حب خير، هاكا يكون كاين تعارف ونكون عارف الطفلة كيفاش، وهذه هي. بو أنا نفضل نتزوج زواج تاع حب، ندي اللي نبغيها باسكو ما نجيبش ندي وحده ما نعرفهاش، خاطش دي فويس ومشاكل وكاع، نفضل ندي اللي نبغيها، هذه هي. الزواج أنا بالنسبة لي في الوقت هذا الحالي، مابقاتش زعما كيما نقولوا أنا زواج تراديسيونيل، زعما موك تروح هي اللي تطلب لك وكل شيء على حسب ما رانا نشوفوا. ديجا أنا راني قريت في اليونيفرسيتي. زعما شغل على حسب ما شفت انايا شغل ما بقاش زعما تاع بكري زعما هاكا تقليدي زواج تقليدي. انا جو بريفير انك زعما تتعرف على وحده وديجا تكون معاها قبل وتعرفها وزعما متفاهمين وتكون معاها كيما نقولوا حنا درت دي كونديسيون تاعك وكونديسيون تاعها هي، تكون ديجا متفاهمين وتكونوا مقتنعين باللي انكم تتزوجوا كيما نقولوا حنايا عن قناعه وعن فين تكون عن حب.